أرقى وأرخص شقق للإيجار في بريطانيا. لو حابب تسكن عندنا في بريطانيا يبقى أنت في المكان المناسب ومع الإنسان المناسب. أصحى من النوم عايز يربط الجزمة بتاعتي، مفيش مشاكل إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألف مبروك. اللي تعمله من هنا تخسره من هنا. 60 جنيه استرليني، ألف مبروك. 60 جنيه. وبالسلام يحلو الكلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائنا الكرام أينما كنتم، ما يفرقش معانا خالص. النهاردة هناخدكم جولة في واحدة من أفضل الشقق السكنية اللي في وسط مدينة برمنغهام. الأفضل من ناحية المكان والسبوت بتاعها، يعني مفيش أحلى من كده. تحت محطة نيو ستريت ستيشن، يعني تنزل من العمارة كده تدخل المحطة مباشرة. منطقة جميلة جدا، عندي أكتر من شقة في العمارة دي. لو أي حد عاوز يتواصل بي مباشرة على الإيميل اللي ظاهر قدامكم في الشاشة، وإن شاء الله واحد من فريق العمل هيتواصل. عاوز أقول لكم على حاجة يا جماعة، الخدمات بتاعتنا معمولة للناس خاصة اللي هم عايشين بره ولسه عايزين يجوا بريطانيا. إحنا أي حد في بريطانيا حابب إن إحنا نجيب له بيت مفيش مشاكل. احنا اصلا بينا قبل كده في اكتر من فيديو ازاي انت تحصل على بيت، ووضحنا المناطق الرخيصة من المناطق الغالية، كل شيء مشروح، وازاي تدور وازاي تأجر، كل شيء مشروح في الفيديوهات. لكن بعد ذلك لو انتوا لسه مش عارفين تتأجروا بيت وعندكم مشكلة ما، ممكن تتواصلوا بينا على الايميل اللي ظاهر عندكم في الشات. لكن الخدمة بتاعتنا دي اصلا خصيصا اتعملت للناس اللي هم عايشين برا بريطانيا وما عندهمش حد يجي هنا يدور لهم على بيت، او حابين ان انا اتاجر لهم البيت قبل ما يجوا. فالخدمات ديت يعني صعبه بتكون ليها قيمتها بالنسبه للناس اللي عايشين بره. ورغم عن ذلك اهلا وسهلا بيكم ان شاء الله، ومش هعطلكم اكتر من كده ويلا بينا. طيب شوفوا يا جماعة، احنا دلوقتي في منطقة اسمها جواليري كواتر، دي بتبعد عن السيتي سنتر حوالي 15 دقيقة ماشي على الاقدام. هنروح نشوف شقة فيها لاحد رجال الاعمال، جاي هو واسرته من الجزائر بغرض الدراسة في بريطانيا، فعاوز شقة تكون قريبة من جامعة بي سي يو، فدي تعتبر برضو قريبة من الجامعة، يعني دي ميزة من المميزات. المنطقة دي بتشتهر بمحلات الذهب، فلو انت هتسكن مع اسرتك انصحك بلاش تيجي تسكن فيها. عشان في الروحة والجاية مراتك هتعدي على محلات الذهب، فبدل ما تكون جاي توفر هنا هتتداين قريبا ان شاء الله. انا حذرتك يا عم. المنطقة مليانة محلات ومطاعم، والمنطقة فيها محطة قطار وترماي بيعدوا على نفس المحطة، ممكن تروح من خلالها لأي مكان في بريطانيا. فيلا بينا عشان ما نضيعش وقتكم، احنا وصلنا للشقة الأولى. دي شقة غرفتين وصالة وحمام وأوبن كيتشن. الشقة هنا بتيجي من غير مفروشات عشان الهايجين يا جماعة. حجم الغرفة مش بطال. غرف النوم فيها كوميدينو جنب السرير ودواليب مثبتة في الحيطة، والحمام رخام، والشاور يفتح النفس للحموم. مش عارف ايه لازمة المربع اللي في النص ده، بس ما علينا. مخزن السخان ياخد له 3 شنط سفر، دي الحاجة اللي بتغيز في شقق بريطانيا وهي المخازن. ما علينا، ندخل على المطبخ. وما أدراك ما المطبخ. الأبواب بتقفل لوحدها، يا ساتر يا رب، يعني وداعا للرزع والازعاج. طبعا اوبن كيتشن مع صوفا مع اطلاله على المدينه الرائعه. هنا عشان التنشيف فمعظم الغسالات بتنشف، منعا بقى لنشر الهدوم على الابواب والدواليب والاباجورات وما الى ذلك. دي غساله اطباق، دي غساله ومجفف في نفس الوقت. والمطبخ هاي ستاندر بصراحة. أخيرا مخزن تاني، خلاص أنا كده هتأجر وأنا مستريح. والشقة هنا ليها كار بارك يعني يطمئن. طيب تعالوا نتفرج على الغرف، والغرفتين فيهم دبل بيد، يعني الشقة دي تنفع لأربع أشخاص. على فكرة الدواليب دي ميزتها إنك ممكن برضو تحط فيها حقائب للسفر، يعني لو انتوا اربعة الشقة دي مناسبة جدا جدا ليكم.
ولو خمسة ها يعني ممكن حسب الايجنسي. المنطقة دي فيها محلات ومطاعم وكافيهات، بعضها عربية كمان، وخطوات من سوبر ماركت تيسكو بيبقى فتح 24 ساعة، وقريبة من بحيرة إجباستون ريزيفوار، يعني وداعا للملل والزهقان. خلوني أخدكم شقة تانية، احنا كده نعتبر خلصنا في الشقة دي. والشقة التانية دي تعتبر بالنسبة لي رقم واحد من حيث المنظر والشياكة، وفي نفس الوقت مناسبة جدا لو عندك أطفال. تعالوا يا جماعة ناخدكم جولة في أحلى بيت عديت عليه النهاردة، والله ما هتندموا. دي شقة مصممة أزياء، بس إيه مزاجها عالي جدا، هتلاحظوا ده وأنتوا بتتفرجوا على كل شبر فيها. المهم الشقة دي أوسع من الشقة التانية، فيها غرفتين وحمامين وأوبن كيتشن وصالة. دي الماستر روم، يا سلام على الوسع. الأوضة فيها حمام خاص بيها هي بالماستر روم، وبرضو مطلة على وسع قدامك، يعني تفتح الشباك طول اليوم وانت مطمن. ودي برضو الغرفة التانية، زي ما انتم ملاحظين الحجم اوسع، ورق الحائط ده يا جماعة بيدي فخامة صراحة. يعني انا بحب الشبابيك اللي بتكون بطول الحيطة عشان بيعمل اضاءة وجو جميل في البيت. يا سلام، الواحد يصحى من النوم عايز يربط الجزمة بتاعته. ايوة حط لك كرسي ازاي، مفيش مشاكل هتقعد. لما يكون عندك حمام جوه غرفة النوم دي حاجة يعني قمة الراحة. انا لسه هطلع قدام الناس. هاي الواحد هنا قطه فيها حمام، في حمام تاني برا. لا الشقة جميلة جدا، سعرها رخيص. الشقة التانية كانت ب 1200 اللي احنا كنا فيها، بس فيهاش باركينج. بس الشقة دي ب 1500 انا شايفها تستحق. غرفتين انا قبل كده اجرت لواحد غرفة ب 1500، ف 1500 لغرفتين عشان جنب الجامعة، لانها جوه السيتي سنتر، احنا في جواليري كواتر. برضو غسالة ودراير. ايه رايك في الكرسي ده؟ بتحس ان ده بتاع الجنينة دخله جوه. Yeah, so it's 1450 وده باب الفلات بيطلعكوا كده. دي قاعدة خاصة بيكوا انتوا بالفلات بتاعتكوا. هتحس ان انت يا انس يعني في مكان بابليك مش برايفت، في نفس الوقت عندك حاجة خاصة بتاعتك وهي برايفت. ده نظام مع السطوح. ايوه ده فلات على السطوح يعني والله. كل اللي ورا دي شقق. لو انتوا زهقانين ممكن تطلعوا، مش عايزين تقعدوا في المكان الخاص بتاعكم اللي قدام البيت، ممكن تطلعوا انتوا والاولاد لو عندكم ضيوف عدد كبير يجي يقعد هنا. وفي تند شايفين دي كلها فلاتات، يعني ده فلات وده الفلات اللي احنا كنا فيه، يعني ده مدخله ودي قعدات فيه اهي، ودي كلها بقى فلاتات. ده حشيش بس صناعي، ده بلاستيك احسن. التاني بياخد مينتيننس كتير، بياخد انا عجباني دخلت البيت صراحه كده. دخلنا العماره اهي عادي خالص، ده زي تحس ان هو الروف. الله شكله حلو قوي يعني، حتى وانا بعمل كده شيء شكله حلو. وكده خارجين من البيبا. ثانك يو. وده المنظر من بره، ودي العماره اهي. العماره عباره عن الاثنين دول باركينج، والثالث دي الفلاتات. شايف دي كل يوم بتيجي تدخل تنظف وتكنس الكاربت جوه العماره. الشقق هنا فوق في الطابق الاخير، يعني الدور الاول والثاني والثالث، دي كلها كار بارك للعربيات، والفلاتات فوق. فالفلاتات اللي فوق دي احلى حاجه للعوائل، لو واحد معاه طفل او طفلين ليه يجروا براحتهم. أيوة يدبوا براحتهم، حتى ما فيش حد يشتكي غير ان الشقه واسعه شويه، ما فيش حد هيشتكي منك تحت. فانت لو معاك اولاد انا انصح بالمبنى دوت. وعشان توصل للمبنى دوت ابعتوا لنا ايميل على hello@anasfamily.uk واحنا نرد عليكم بسرعه ان شاء الله. بس عايز اقول لكم على حاجه، انه الشقه اللي زي دي ما بتكملش اسبوع بالكتير، اسبوع اسبوعين بتتاخد. كذا ايجنسي شغال على الفلات ده، مش انا بس على فكره. واخيرا وصلنا للشقه اللي كلمتكم عليها في بدايه الفيديو، بس اعذروني هصورها لكم بالطول لان بطاريه الكاميرا خلصت.
الشقة دي يا جماعة في وسط مدينة برمنجهام، زي ما انتم شايفين كده مكانها مميز جدا. احنا في الطابق الـ14، يعني هتكون مراقب الطقس واخر التطورات في العاصمة. ومش بس كده، انت كمان هتراقبي جوزك وهتشوفيه نازل مع مين من القطر. محطة القطار دي يا جماعة بتروح لجميع مدن وقرى بريطانيا. انت في السنتر يا عزيزي. الشقة دي في الطابق الـ14، مطلة على مبنى الميل بوكس، مبنى سكني ومكان للتسوق الفاخر. كوباية القهوة في المكان ده أحلى من أي مكان تاني في بريطانيا صدقوني. 10 دقايق مشي لأكبر مركز تسوق في ويست ميدلاند البور رينج، 5 دقايق للمسجد المركزي، ربع ساعة لجامعة برمنجهام. بس أنت محتاج دراير لأن هنا مفيش الدفايات صغيرة ما هي عليها. غرف الشقة دي الاتنين مطلين على الميل بوكس، دي أحلى إطلالة على فكرة. وقريبة جدا من المدارس، وانت في مركز التسوق يا حبيبي، يعني 10 دقايق بالسيارة تروح اي حتة في برمنجهام. الشقة فيها غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، واخيرا سعرها 1350 بالباركينج، يعني سعرها ارخص من الشقة التانية. الشقة رقم 2 عجباني اكتر من حيث الكواليتي، لكن الشقة دي من حيث المكان احلى شيء في العالم. معظم الشقة اللي بجيبهم بيكونوا في نفس المستوى ده، ما بحبش اروح لأقل من كده لانه مشاكله كتيره. وبس كده يا جماعه، وبكده نكون وصلنا الى اخر حلقه اليوم. ان شاء الله تكون الشقه عجبتكم، ولو محتاجين شقه معينه في اماكن معينه ثانك يو يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. اسيبكم بقى دلوقتي واروح اشوف المخالفه اللي اخدتها. انا استاهل اصلا اني سمعت كلام صاحب الشقه؟ قال لي سيبها عادي، انا دايما بسيبها هنا وما باخدش مخالفات. لا حول ولا قوه الا بالله. الف مبروك بالله. اللي تعمله من هنا تخسره من هنا. كام بقى يا ناس؟ دي ها 60 جنيه صح؟ 60 جنيه استرليني، الف مبروك. 65 جنيه. واخيرا وليس باخر، ما تنسوش بقى الباكج السعيد، اللايك والسبسكرايب والفولو. اشوف وشكم بخير.